مساء الخير. في زمن الكورونا نضع الكمامة على أفواهنا، وفي زمن السوشيال ميديا نحتاج أن نضع فلاتر على أعيننا، فلا ننقل من الأخبار إلا المفيد منها والصادق. وفيروس الكذب بيشبه فيروس كورونا، فأصحابه بيستسهلوا شغلة نقل الإشاعات والأكاذيب، بيقصوا وبيلصقوا مثل آلة الطباعة من دون رادع أو خوف من أي مساءلة. وقالوا قديماً الموت مع الصدق خير من الحياة مع الكذب. أهلا بكم إلى أخبار كاذبة. بخبرنا الأول لليوم، حصد فيديو على منصة فيسبوك آلاف المشاركات والمشاهدات بعد ما انتشر على حسابين، الأول فاتن العزي والثاني روان كيو إم. وبيظهر بهالفيديو عمل فني في الصين، منشوف فيه مجموعة كبيرة من الأشخاص عم يأدوا حركات بشكل منتظم وبطريقة هندسية رائعة، وبالأخير بيرفعوا علم الصين ليكون عنوان هالمقطع الصين تحتفل بالقضاء نهائيا على فيروس كورونا، وترفع العلم الصيني من خلال هذا العمل الفني الجماعي الرائع. خلونا نتابع سوا. بعد البحث والتقصي عن صحة هالفيديو وتجزئته لمشاهد ثابتة وباستخدام كلمات مفتاحية، تبين أنه هالفيديو نفسه منشور على موقع التلفزيون الصيني الرسمي بعنوان حفل مهرجان الربيع 2019 فنون قتالية صينية قوية. وهالشي طبعا كان على اليوتيوب بشهر فبراير بسنة 2019، يعني قبل ظهور كورونا بعشرة أشهر، وما له علاقة بالفيروس لا من قريب ولا من بعيد. منتابع الفيديو الأصلي سوا. بخبرنا الثاني والمضحك لليوم، انتشرت مقاطع، مو مقطع واحد بس، وعلى عدة منصات على السوشيال ميديا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين وهو عم يعزف أحد ألحان أغاني سفير الأغاني الأمازيغية الراحل إيدر، وهالشي كان تكريماً له. وجاء هالمنشور بعنوان بوتين يكرم إيدر، ما يميز عظمة الرجال هو كسب احترام العالم. منتابع الفيديو سوا. تخيلوا معي أعزائنا المشاهدين أنه من حساب واحد فقط على الفيسبوك اسمه سلطاني صبري جاب هالفيديو أكثر من 17,000 مشاركة وأكثر من 6,000 لايك. ومو بس هيك، انتشر كمان على اليوتيوب بعنوانين أو بعناوين مختلفة
من الرئيس الروسي يعزف النشيد الوطني التونسي، وبعنوان تاني الرئيس الروسي يعزف النشيد الوطني اللبناني. بس مضمون العنوان الثالث كان أكثر استهزاء وسخرية، لأنه بيبدأ مقطع الفيديو بصورة عادل إمام بس بصوت أبو شهاب من باب الحارة، وآخر شيء الرئيس بوتين يعزف النشيد الوطني الجزائري ويفاجئ الجميع. خلونا نتابع سوا هالمقاطع ورا بعض. الصراحة لا شك أنه فاجأنا، لكن الحقيقة هي أنه بوتين لا كان عم يعزف أحد ألحان إيدر ولا أي من الأناشيد الوطنية المذكورة. فبعد البحث البسيط على جوجل وصلنا للمقطع الأصلي اللي نشرته وسائل إعلام عربية وغربية في عام 2017، وبنسمع بهالمقطع اللحن الأصلي وبنشوف حركة الأصابع أو حركة أصابع بوتين المتناسقة مع النغمات الموسيقية على عكس المقاطع اللي كان فيه الصوت لا بيتناسق مع الصورة ولا مع حركة الأصابع. وتم تصوير هالمقطع بالصين في الوقت يلي كان فيه الرئيس الروسي عم ينتظر الرئيس الصيني للقائه. وهلأ خلينا نسمع اللحن الأصلي سوا. لاحظنا بالفترة الأخيرة أنه كثير من الدول فكت كثير من القيود المتعلقة بفيروس كورونا وانتشاره، مثل تقليل ساعات الحظر أو إعادة افتتاح بعض المرافق العامة. وبظل هالسياق نشرت مواقع عربية مثل عسلامة وموقع كابيتال نيوز خبر بعنوان نيويورك تايمز: تونس الدولة الوحيدة في العالم اللي هزمت كورونا رغم إمكانيتها الضعيفة. وبعد متابعة الخبر تبين أن الخبر ما بيتوافق مع المضمون يلي هو أنه تونس تسير نحو التغلب على الأزمة رغم الإمكانات المادية المحدودة. أما الخبر الأصلي المنشور في موقع نيويورك تايمز في 10 مايو الجاري جاء فيه: سجلت تونس 0 إصابة جديدة بفيروس كورونا للمرة الأولى منذ أوائل شهر مارس بحسب ما قالت السلطات الصحية، تزامناً مع تخفيف الحكومة القيود المفروضة على الحركة والأعمال. لاقت مقاطع فيديو انتشرت مؤخراً على منصات السوشيال ميديا مشاهدات ومشاركات كثيرة. أحد هاي الحسابات خضير علي على الفيسبوك يلي جاب أكثر من 14,000 مشاركة، والثاني ابن العراق على اليوتيوب تظهر أشخاص مغمى عليهم في شوارع الصين والهند وإيران بعد ما هاجمتهم دبابير قاتلة. خلينا نتابع الفيديو سوا. Yeah, I'm going to go.
من خلال متابعة الخبر على الإنترنت تبين أنه هالمقطع رغم أنه مصور بالهند إلا أنه ما له علاقة بالدبابير، وبحسب مقالات على الإنترنت تبين أنه هذا الفيديو لحادثة تسرب للغاز من مصنع للمواد الكيميائية جنوب شرق الهند في 7 مايو من العام الجاري، أدى إلى سقوط عدد من القتلى ونقل مئات الأشخاص للمستشفيات. وعرض موقع تايمز أوف إنديا فيديو للخبر، منتابع سوا. لهون منكون وصلنا أعزائي المشاهدين لختام حلقتنا من برنامج أخبار كاذبة. إذا عندكم أي خبر حابين تتأكدوا من مصداقيته أو أي خبر بتعتقدوا أنه لازم نحذر الناس منه، تواصلوا معنا وعطونا رأيكم بالكومنتات وأرسلوا الخبر اللي حابين نسلط الضوء عليه ببرنامجنا. شكراً لطيب المتابعة وإلى اللقاء.